الفصل الرابع. انتقي الطريقة المفضلة لشريكك إن أردت الاعتذار حقاً عن خطأك. يعتقد البعض أنه على صواب دائماً، وإن أخطأ فإن الاعتذار ضعف، لهذا يلجؤون إلى الصمت أياماً. مضت سنوات عدة على بحث المشترك مع الدكتور جينيفر، والذي توصلنا به إلى لغات الاعتذار الخمس. فعبارة أنا آسف عامة، والأصح بعدها أن تذكر سبب اعتذارك، كأن تقول أنا متأسف لأنني رجعت إلى البيت متأخرا، أعرف أن كنا على موعد للذهاب إلى السينما، أشعر بندم لأنني لم أستطع أن أصل على الموعد، لقد انهمكت في عملي، لقد خذلتك. وهذه محاولة للتعبير عن الألم التي تسببت به للطرف الآخر. لذا اعترف بخطئك وأين أخطأت، كأن